الشابتر الثاني اللي هون احنا بنحكي عن الاستافيلوكوكساي. زي ما بنعرف احنا الجنرال مايكرو البيولوجي او الميديكال مايكرو بيولوجي، لما بنحكي على البكتيريا بنحكي على البكتيريا، بنبدا في الجرام بوزيتيف بكتيريا، بعدين على الجرام نيجاتيف بكتيريا، بعدين على نايذر لا الجرام المايكوبلازما اللي هي لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف لان ما عندهاش سيل وول. البداية لما بنيجي بنحكي على الجرام بوزيتيف بكتيريا اجمالا بنحكي على الجرام بوزيتيف كوكساي اللي هن اجمالا الستاف والستريب، بداية عادة بنحكي على الستافيلوكوكس اللي هن من اشهر انواع البكتيريات واكثر كومن مع الانسان، لان هن اصلا نورمال فلورا في الجسم عندنا، ولكن ممكن يعمل عندنا مشاكل وديزيز تانية. من اهم الاشياء طبعا ممكن تعملها طبعا يعني سكن انفكشن، لانه اصلا هي موجوده على السكن، ممكن بعد الانجري الاوستيومايلايتس بلاد ستريم انفكشن، ممكن تعمل عندي كمان فود بويزنينج الستاف اوريس، ممكن كمان فورين بودي انفكشنز في حاله الكاثيترز، في حاله اي بروستاتيك ماشين او اي ماده ممكن تدخل على الجسم. رح نحكي على المرسا اللي هي طبعا من انواع الستاف اللي عندها ريزيستنسي عالية جدا، بالإضافة إنه عندها فيرولنس فاكتورز. بالنسبة للكي بوينتس هذه ما نحكيها دائما في محاضرات الوجاهي، ولكن ممكن تقرأوها لحالكم later on في الريكوردينج، لأنه راح نعيدهم في المحاضرة في النظر خلال سياق المادي. طبعا أول شيء حكينا لما نحكي على جرام بوزيتيف كوكساي، إذن أول فحص بنعمله للعين اللي عندي اللي هو جرام ستين، طلعت عندي جرام بوزيتيف كوكساي. إذن جرام بوزيتيف كوكساي يا بتكون ستاف يا بتكون استرب. أهم فحص بنعمله عشان نميز بينه اللي هو الكتاليز، فالستاف هي كتاليز بوزيتيف والستريبتوكوكساي هي كتاليز نيجاتيف. اهتمامنا اليوم في الستاف، ولكن راح ابدا مع الستريب عشان ليترون للشابتر اللي بعدين تكون واضحه معانا. الستريبتوكوكساي على الشيب بلاد ايجار اللي هو من افضل انواع البلاد ايجار ممكن نتعامل احنا وياها، ممكن تعمل لي الفا هيموليسز او بيتا هيموليسز او جاما هيموليسز. الفا هيموليسز اجمالا بيكون بارشل هيموليسز، بيتا هيموليسز كومبليت هيموليسز، والجاما يعني ما عنديش no hemolysis. إذا كان عندي ألفا هيموليسيز بعمل على الديسك اوبتيشين سنسيتيفيتي، إذا كانت إجمالاً ريزيستنت بتكون عندي فيريديانز، إذا كانت سنسيتيف بتكون عندي ستريبتوكوكس نومونيا، إذا كانت بيتا هيموليسيز بس ترانسين سنسيتيفيتي سنسيتيف بتكون ستريبتوكوكس بايوجينز، إذا كانت ريزيستنت بتكون عندي ستريبتوكوكس أجالاكتيا. في إجمالا في الجاما هيموليسيز إذا قدرت تنمو على 6.5 NaCl بتكون انتيروكوكساي، إذا لا بتكون عندي نون انتيروكوكساي زي الستريبتوكوكس بوبس. إذا رحنا على الكاتاليز البوزيتيف اللي هي الستاف، أول فحص بنعمله الكوايجوليز بعد الكاتاليز، إذا كانت كوايجوليز بوزيتيف بتكون عندي ستاف أوريس. نروح على النوفوبايوسين سنسيتيفيتي، السنسيتيف بتكون ستاف ابيدرميديس، واذا كانت ريزيستنت بتكون سابروفيتيكس. من زي ما حكينا فهي جرام بوزيتيف كوكساي الستاف كاتاليز بوزيتيف، اهم هن الاورياس والابيدرميديس والسابروفيتيكس، هذول ثلاثه من اهم انواع الموجوده عندنا. نبدا في الستافيلوكوكس اورياس، والستافيلوكوكس اورياس هي الاهم باثوجين فيهم. إجمالا هي يلو كولوني مع البلد إيجار، تعمل عندي بيتا هيموليسز لأنه كل التانيين كل ستاف التانية تكون كأقول الهيموليسز نيجاتيف. كمان بتعمل فيرمنتيشن على المانيتول سولت إيجار، هي الوحيدة، لاحظوا إنه اللون الفيرمنتيشن بيعمل لك تشينج للميديا بصير لونها أصفر، هي ستاف أوريس، هاي ستاف إبيدرميديس بدون ما بتعمليش تغيير للون. كمان هي كوايجوليز بوزيتيف، أحصل كوايجوليز هي بوزيتيف، فهي كوايجوليز بوزيتيف على المانيتول سولت إيجار بوزيتيف، كمان إجمالا هي بتعمل عندي بيتا هيموليسيز على البلد إيجار.
وين موجودة هذه؟ إجمالاً 25-30% من الناس في الميوكوزا عندهم موجودة، الموجودة عند الناس العاديين، ممكن تنتقل عن طريق الهاند، shaking hand, sneezing, surgical wound، حتى من الأكل، بالكاستر، بالبوتيتو سالاد، بالكاند ميت، ممكن تنتقل عندي الستاف، وهنا طبعاً ممكن تنتقل عندي مش كستاف، ممكن كمان يجيني الفود بويزنينج لأنه تكون نامي عليه. إسا حكينا إن هاي نورمال فلورا، إنه هل إنسان طبيعي بنصاب بهذيك السهولة بالستاف؟ لا، ففي عندي أشياء ضرورية تكون موجودة عشان أنصاب. سيرجري ووند يعني بوست أوبريشن صار عندي مشاكل معينة، فورين بودي زي التامبون، سيرجيكال باكينج والسوتشرز، أشياء دخلت على الجسم عندي، السيفير نيوتروبينيا مناعة واطية، intravenous drug abuse, chronic granulomatous disease, cystic fibrosis، لأن هي أصلاً بالميوكس في النازوفارينج، فممكن تعمل عندي نمونيا later on. إذن بالطبيعي هي موجودة، هي بتعملش عندي إشي، ولكن في عندي أمور اللي بتساعدها لتحولها لباثوجين. شو الفيرولنس فاكتر الموجودة عندها اللي بتساعدها على أنها تعمل عندي ديزيز؟ في عندنا بروتين A، وعندنا الانتيروتوكسينز، وعندي التوكسيك شوك سيندروم توكسين، عندي الكواجوليز، السيتولايتيك توكسين اللي هو الألفا توكسين، هذا إجمالاً بيعمل بورز على الخلايا وبحلل الخلايا، وعندنا الإكسفوليتين اللي هو طبعاً بيعمل عندي الستافيلوكوكال سكيلز، السكيلد سكين سيندروم اللي هو الفور أسز، أو اللي هو كمان بيعمل عندي البالوز والإنتيجو. رح نحكي عليهم إسا واحد واحد في الفكرة. هذا بروتين A، زي ما أنتم لاحظين إنه بروتين A بيمسك في الأنتيبادي وبيمنع عملية الأوبسينيزيشن، وعشان يساعد على الفاجوسايتوسيس. طبعاً تعرفوا كل بكتيريا عندها كابسولز بتأنتيفاجوسيتك بتمنع الفاجوسايتوسيس، في حالة وجود الأنتيبادي عليها في عندي الأفسي ريسبتر اللي هو للأنتيبادي، فبتقدر تعمل عملياً اللي بتساعدني على الفاجوسايتوسيس. اللي بصير في البروتين A إنه بيمسك في الأنتيباديز وبيمنع يمسك الأنتيباديز على الستافة، هو بتهرب من عملية الفاجوسايتوسيس اللي من الخلايا. بالنسبة للإنتيروتوكسينز، الإنتيروتوكسين إجمالاً هو توكسين اوريدي مصنع برا، يعني مش البكتيريا بتفوت عندنا بتصنع على الاكل. هذا ممكن يعمل عندي طبعا فوميت، الفوميت طبعا تاثيره مباشر على البرين، ومن بصير عندنا رده فعل اللي هي الاستفراغ، او بتشتغل على اللارج انتستاين بتمنع عملية الريابسوربشن للماء، وبصير عندي الدياريا سيلف ليميتنج، طبعا رح نشوف انها العلاج تاعها nothing. نيجي للتوكسيك شوك سيندروم توكسين اللي هو عبارة عن سوبر انتيجين توكسين. سوبر انتيجين توكسين طبعا كتير بكتيريات عندها سوبر انتيجين توكسين. شو يعني سوبر انتيجين توكسين؟ هذه الانتيجين بريزنتينج سيل اللي هي الماكروفيج او الدنتريتك سيل او البي سيلز، اجمالا هدول عشان يتنشطوا من التي سيل بياكلوا الانتيجين اللي بدهم اياه وبيقطعوه وبيظهروا لي الانتيجين تاعهم على شيء اسمه ام اتش سي 2 اللي هو الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس 2، بيظهروه على السطح. بيجي التي سيل اللي سبيسيفيك لهذا الانتيجين بتشوفه وبصير تعطي سايتوكاينز للانتيجين بريزنتينج سيل وبتتنشط وبصير هي كمان تعطيني سايتوكاينز وبصير عندي جهاز المناعة بيشتغل طبيعي جدا. فشرط أساسي إنه يكون عندي أنا الأنتيجين، وشرط أساسي يكون عندي الأماجسي. السوبر أنتيجين شو اللي بيعمل؟ السوبر أنتيجين بثبت لي التيسر ريسبتر مع الأماجسي 2 بدون وجود الأنتيجين. فشو اللي بيصير؟ إني أنا نشطت كل التيسر اللي موجودة في السيركوليشن بغض النظر إذا كانت سبيسيفيك ولا سبيسيفيك، وإن هنا بصير عندنا إرهاق كبير للجسم، وأنا بضيع جهاز المناعة، بعمل أنا إجمالاً كمية كبيرة من السيتوكاينز اللي بتعمل ستورم أوف سيتوكاين اللي ممكن تعمل عندي كل الأشياء اللي ممكن تتخيلوها من مشاكل في الجسم. طبعاً هنا السيتولايتيك توكسينز اللي هن عندي الألفا هيمولايسين وعندي الليوكوسيدينز وعندي البي في أل، هدول إجمالاً بيعملوا بورز في السيل ممبرين، وزي ما أنتم شايفين كل ألفا هيمولايسين عندها ريسبتر الخاص الآدم 10
CCR5 للليكوسيدين إيديم، وعندي البي في ال C5A ريسبتر والسي 5 ال 2 ريسبترز، هذول الاثنين سي دي 11 بي اجمالا للليكوسيدين اي بي. هذول كلياتهم طبعا ممكن هذا الالفا هيمولايسين بكسر لي الار بي سيز، الليكوسيدين اي دي تي سيلز والماكروفاج والدنتريتك سيل، البي في ال بوليمورف نيوكليير سيل مع المونوسايت، والليكوسيدين اي بي اجمالا بوليمورف نيوكليير سيل دنتريتك سيل مونوسايت والماكروفاج اجمالا بالدمر. نيجي للديزيزز اللي ممكن تعمل اياها الستاف اوريوس. طبعا زي ما حكينا الجاسترو انترايتس هذا اجمالا اللي بيعمل فود بويزنينج، توكسين انجستد بريفورمد الفود، يعني مش البكتيريا صنعت فاتت عندي على الجسم وانتجت للتوكسين، هذا بيكون خلال بريبريشن للفود التوكسين اوريدي صنع على الأكل وأنا أخذت التوكسين وهنا مش البكتيريا، فأنا مش بحاجة أنا أعالج أنتيبايوتيك لأنه مش البكتيريا اللي عملت المشكلة. هنا طبعا من ساعتين لست ساعات من الأكل التوكسين ببلش يعمل طبعا نوزيا أبدو من البين فوميتينج وبعدين دياريا، طبعا من ساعتين لستة بدايتها بتكون فوميتينج وبعدين بصير عندي دياريا اللي تأثيرها زي ما حكينا على اللارج انتستاين، إذا حكينا مشاكل عندنا الانتيروتوكسين A إلى E طبعا هذا بيكون موجود already على الفود. طبعا infective endocarditis acute infective endocarditis وهي هي أشهر واحدة للinfective endocarditis، طبعا مع السيمتومز اللي هي الفيفر ماليز لوكوسايتوسيز والهارت ميرمر. إجمالا هذا الفايبرين بليتلت ميش والسيتولايتيك توكسين هم اللي بيشتغلوا هذا المشكلة، هدول الفيرالنس فاكتر اللي بيشتغلوا الابسيسز والمستايتس اجمالا سبكوتينيوس تندرنس والريدنس سويلينج، هذول كواجوليز والسيتولايسين بيشتغل عليها، توكسيك شوك سيندروم اللي هو تي اس اس تي 1 توكسين اللي بيشتغل عليها، هذول بندير بالنا عليها لانه بتشبه السكارلت فيفر راش زي الستريبتوكوكس سكارلت فيفر، particularly in palms and soles على الايدين والاجرين، واجمالا في الامتيجو ممكن تعمل عندي اللي هي الفيماتوس بابيولز اللي الاحمرارات اللي شايفينها، او بتكون بتعمل عندي طبعا بولي وهي المسؤول عنها الكواجوليز والاكسفوليتينز عشان العمليه. نيجي للسكيل سكين سيندروم اجمالا ديفيوز ابيديرمال بيلينجز زي ما انتم شايفين هن هي هنا عند هون عند الاطفال، هاي مسؤول عنها اجمالا الكواجوليز والاكسفوليتين والنمونيا الكواجوليز والسيتولايسين. النمونيا هنا اجمالا تيجينا اغلب الاحيان ما اللي هي بوست انفلونزا نمونيا، يعني بعد ما ينصاب الانسان بالنمونيا اشهر واحد بعد الانفلونزا تعمل عنده نمونيا هي اجمالا الستريبتوكوكا الاستافيلوكوكس اوريس. طبعا زي ما انتم لاحظين بوست انفلونزا اي في دراج ابيوس سيستيك فايبروسيس كمان ممكن دول يعملوا لي اياهن، ونوزوكوميال انفكشن خاصه اذا كان عندنا الفنتيليترز ممكن تعمل عندي كمان نمونيا. سيرجيكال انفكشن بعد اللاد طبعا عندي كواجوليز واكسفوليتين والتي اس اس تي 1، الاوستيومايلايتس مع السيتولايسين والكواجوليز والسيبتيك ارثرايتس طبعا مع الجوينتس بتعمل عندي انفلاميشن سيتولايسين مع كواجوليز. التريتمنت زي ما حكينا بالنسبه للجاسترو انترايتس ما فيش عندي تريتمنت لانه اصلا هو سيلف ليميتنج ديزيز، سيلف ليميتنج ديزيز الجاسترو انترايتس. ممكن نستخدم نافسيسيلين والأوكسيسيلين هذول الدراج اوف تشويس في حالة الريزيستنس البنسلينيز. كليندامايسين اجمالا هو العلاج الاساسي مع الفانكومايسين للمرسا، نفضل الكليندامايسين قبل الفانكومايسين لانه طبعا الهن سايد افكت عالي كثير. طبعا في عنا فانكومايسين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس، كمان هدول عندنا مشكلة فيهن كتير على أساس العلاج فبروح لأكثر complicated antibiotic أساس أني أنا أقدر أتخلص أنا وياه.
إسا الكليندمايسين حكينا هو للمرسا إجمالا، هو عبارة عن بيتا لاكتام أنتيبيوتيك، هذا بيعمل إنهيبشن للسينثيسيس للبروتين في البكتيريا، وشغل يعني من الأفضل الأنتيبيوتيك اللي ممكن نتعامل معه. إسا إذا كانت البكتيريا كمان كليندمايسين ريزيستنت كمان عندي مشكلة في المستشفى، يعني إني راح أتوجه أنا لمور كومبليكيتد أنتيبيوتيك عشان أعالجها. طبعا كيف البكتيريا ممكن تعمل ريزيستنس للكليندمايسين والإريثروميسين؟ عن طريق الإفلوكس، ولا عن طريق الإجمالا الالتريشن للريبوسوم التريشن. طبعا بتعمل ميثيليشن للريبوسوم التارجت سايت. طبعا بصير عندي ريزيستنت عن طريق الإرم جين. في نقطة كتير مهمة إنه تعرفوا لما بنيجي نعمل إحنا sensitivity بنحط الديسكات وبنشوف ال inhibitory zone حوالين الديسك. في الستاف أو الستاف أوريوس في كتير مرات اللي بيصير عنا إنه هي إذا بحط الكليندمايسين لحاله هي sensitive للكليندمايسين، ولكن إذا حطيت الإريثروميسين جنبها زي ما انتوا شايفين الاريثروميسين هي اريثروميسين ريزيستنت المرسا. لاحظوا انه في المنطقة اللي جنب الاريثروميسين اصبحت ريزيستنت للكليندمايسين، وكأن الاريثروميسين عمل عندها ستريس نشاط لها الجين اللي بصير عندي كليندمايسين ريزيستنت، وهنا بنسميها دي شيب. لاحظوا كيف عملت عندي دي شيب، وفي هاي الحالة تقريبا 10% من الناس ممكن نعالجهم بالكليندمايسين، 90% ما بنقدر لانه داخل الانسان في other factors اللي ممكن ينشطوا الجين تاع الكليندمايسين ريزيستنس. هذولا بالنسبه ل just for home study بتقراوهن على الاشياء اللي ممكن تساعد. كواجوليز نيجاتيف ستافيلوكوكساي، كواجوليز نيجاتيف ستافيلوكوكساي في عندنا مجموعه منهم اللي هم إجمالا opportunist infection بعمل لنا مشاكل. أنا استاف إبيديرميدس طبعا هاي بتعيش على السكين والميوكس ممبرين. طبعا ممكن تعمل عندي endocarditis بكتيريميا urinary tract infection، عندي لوجدوننس إجمالا ممكن تعمل عندي severe infection زي الستاف أوريوس، بس طبعا هي كوأجليز نيجاتيف. هومينس كابيتس طبعا الهومينس بتعيش في الابوكراينس فوتيكلاند حواليها، كابيتس من اسمها على السكال. سابروفيتيكس اجمالا تعمل عنا اجمالا سكين انفكشن، بس اجمالا هي من اشهر الاشياء اللي بتعمل يورين تراك انفكشن، وسبب لانه هي اصلا عندها ريسبترز على الاندوثيليال سيل. هناك الكاردياك سيرجري بروستاتيك فالف اندوكاردايتس، هاي اجمالا اشهر واحدة اللي هي اجمالا نحكي عنها الستاف ابيديرميدس موست كومن. طبعا السيريبروسباينال فلويد شانت بنعمل عندنا منينجايتس كمان نفس الشيء، ستافيلوكوكس ابيديرميدس الكونتامينيشن. بيريتونيال دياليسيس ريليتد بيريتونايتس هاي كمان استايل منهن، وخاصه الستاف ابيديرميدس بس اجمالا اغلب الكواجوليز نيجاتيف. في الاجمال في الاميونوسابريس بيشنت ممكن تعمل عندي بلاد ستريم انفكشن. الانتنسيف كير يونت طبعا ممكن يعمل عندنا سبتيك شوك خاصه في الناس اللي نستخدم دبل ديفايس معاهم. لاحظوا انه الستاف اوريوس هي اكثر واحده بتعمل عندي سبسز، ولكن بعديها بتيجي عندي الستاف ابيديرميدس، بس الاغلب هي الستاف اوريوس مش الابيديرميدس. كيف بيعملوا عندي امراض؟ طبعا خذوا بعين الاعتبار انه اهم 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 عمليه بالباثوجينيسيتي للبكتيريا هي الاتاتشمنت. فاذا انا عندي قدره الاتاتشمنت كبكتيريا بكمل عمليه الباثوجينيسيتي، بس اذا ما في عندي قدره الاتاتشمنت اذا انا ما في ان انا اقدر اعمل. فالادهيرنس للستاف ابيديرميدس على البروستاتيك ديفايس هو اللي بيساعدها على اساس تحول تشكل لي هناك البايوفيلم.
ولما بتشكل بايوفيلم هناك بتصير تبلش عندي المشكلة. فهي ممكن تكون على البروستاتيك ديفايس، ممكن تكون عندي على تقعد، تقدر تقعد عندي على البروستاتيك فالف، ممكن تكون عندي على الكاثيتر، ممكن تعمل عندي بايوفيلم وتعمل عندي مشاكل كثيرة. بالنسبة للستاف سابروفيتيكس عندها ادهيجن لليوروبيثيليال سيلز، وعندي كمان قدرة عندها انزيم اليورياز، فهي اليورياز بوزيتيف. من هنا بتلاحظوا انه لما بناخذ الجنرال مايكروبيولوجي لاب وبندرس اليورياز وكتاليز واكسيديز، مش عشان هدول ممكن طالب التحاليل الطبيه يستخدمهم لدياجنوسيس، بس بالنسبه للميديكال ستودنت لازم يعرف ان هدول اللي بنفحصهم هن عباره عن فيرولنس فاكتور وليس فقط للتست، فهن اجمالا مهمات جدا. اجمالا الستاف لوجدنس هاي اجمالا دي ان اس بوزيتيف لايبيز هيمولايسن تشبه الستاف اورياس، ولكن مختلفه فيها في الكواجوليز. طبعا التريتمنت للكواجوليز نيجاتيف ستافيلوكوكساي اجمالا لازم نعمل فحص السنسيتيفيتي. وهنا بنرجع بنأكد على كل ما على كل بكتيريا رح نجي عليها اليوم، ما فينا نعتمد فقط على الامبيريكال تريتمنت، لازم نرجع على السنسيتيفيتي تيست، لانه السترينز الريزيستنت صارت تطلع. ففي زي مثلا هون عندنا ريزيستنت البنسلين، عند البنسلينيز اكتيفيتي، فاجمالا بدي اروح انا لاكثر للفانكومايسين والتيكوبلانين على اساس انه اقدر اتعامل انا وياهم. ف بناخذ العلاجات، بنحفظ العلاجات، ولكن الاهم من عندي انه انا اقدر اقرر دائما انه العلاج الامثل عندي هو اللي بعطيني السنسيتيفيتي تيست. هنا اجمالا زي ما انتم شايفين هنا كيف الريزيستنس للبيتا للبنسلين، او كيف انا ممكن انا البيتا لاكتاميز. اجمالا الفحص اللي بنعمله بنروح نفحص الميك ايجين، اليوم نعمله بالبي سي ار. الميك ايجين هذا بيصنع عندي البنسلين بايندينج بروتين 2A ميوتيتد، هذا اللي بيمنع البيتا لاكتام تمسك، فبعمل بلوكج لإلها فبيبطل يعني شغال عليها. فإجمالا اليوم إذا لقينا ميك اي جين هذا مفحصه ونعمل سيكونسنج لإله عشان نشوف الريزيستنسي، بس هذا مش للستاف أوريس لحال، هذا إجمالا لكل أنواع الستاف. وزي ما راح تشوفوا عادة إنه كل الشابتر راح يكون عندي سمري لكل البكتيريات الأساسية والديستينجوش فيتشر لإلهم والديزيز بريزنتيشن لإلهم، فبندير بالنا عليهم. وهيك أنهينا التشابتر الثاني.